وللوقوف على الوضع الحالي في اليمن معي من العاصمة صنعاء صحفي نبيل يوسفي. سيد نبيل، ما آخر التطورات لديك بعد الأنباء عن سيطرة الحوثيين على القصر الرئاسي؟ الآن الحياة أضحت طبيعية بعد اشتباكات عصر اليوم. الحوثيين سيطروا على مختلف المناطق، سدوا كذلك الطرق المؤدية إلى المبنى الرئيسي اليمني. الوضع في العاصمة صنعاء بعد اشتباكات شهدتها اليوم عصر اليوم أو تجدد اشتباكات عاد إلى وضعه الطبيعي بعد انتشار الحوثيين بشكل كبير جدا وسيطرتهم على دار الرئاسة اليمنية. طيب، يعني شهدنا بالأمس نفي للحوثيين أنهم يعدون الانقلاب ومن ثم أعلن عن هدنة، واليوم يسيطرون تقريبا على كل المواقع الحساسة، فما الذي يريدونه؟ ما الذي يحدث فعليا؟ الوضع في اليمن معقد جدا، ولذلك هم ربما يمضون وفق خطة يمشون عليها. سيطروا على دار الرئاسة، سيطروا على القصر الجمهوري، والآن مسيطرين هم حول المبنى الرئيس اليمني. لم يتبقى إلا الرئيس اليمني في منزله فقط، وكما وصلت المعلومات بأنه في مأمن، لكن السيطرة بشكل كامل هي للحوثيين. ومن المحتمل أن يلقي عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين كلمة هذا اليوم ربما يتحدث عن هذه السيطرة. نعم، الصحفي نبيل يوسفي كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك.